كشف الفنان المحبوب الحاج يونس يوم السبت 31 يوليو 2021 عن إصابته بفيروس كورونا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وعلى إثرها ولجأ إلى المصحة الطبية. وقال الفنان الحاج يونس تعليقا على صوره من داخل المصحة: لليوم الثالث وأنا في صراع شرس ضد كوفيد، واللي جات من عند الله مرحبا بها. وتسلل فيروس كورونا لجسم الحاج يونس وأثر عليه رغم تلقيه اللقاح، إذ كان من أوائل الفنانين الذين توجهوا نحو مراكز التلقيح لتطعيم أنفسهم. وانهالت التعليقات في صفحة الحاج يونس بالدعاء له بالشفاء. وسجل المغرب خلال الأيام الماضية معدلات إصابة مرتفعة منذ أن بدأت الجائحة في المغرب. المشاهد تي في، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.